أين يذهب الوقت؟ أو بالأحرى، أين يطير؟ مع نهاية كل عام يشيع إحساس بأن الوقت قد مر بسرعة أكبر مقارنة بأيام زمان، ويزداد هذا الشعور مع تقدمنا في العمر. فهل من تفسير لذلك؟ وكيف يمكن أن نبطئ عقارب الساعة؟ إذا كنتم قد شاهدتم أي فيلم تدور أحداثه حول الزمن، فلن نضطر إلى إقناعكم بأن الوقت مسألة معقدة جداً. إذا استطاعت الكتلة X أن تنطلق بسرعة الضوء V، فإن الوقت T يثبت. الدقة التي تتحرك بها عقارب الساعة لا تعبر عن تصورنا لمرور الساعات والأيام والسنوات. If I could save time in a bottle. لأن إحساسنا بمرور الزمن يتأثر بعوامل مختلفة، مثل التجارب الشخصية والعوامل النفسية ودرجات الحرارة، وحتى بمدى قربنا من الثقب الأسود. وحين تدخل الذاكرة في الأمر، يزداد المشهد تعقيداً. في دراسة أجراها باحثان من جامعة ألمانية، سُئل 499 شخصاً من مختلف الأعمار عن إحساسهم بمرور الوقت. أغلب من تجاوزت أعمارهم 40 عاماً تحدثوا عن شعورهم بأن الوقت كان يمر ببطء في طفولتهم، ثم أخذ يتسارع باضطراد مع تقدمهم في العمر. بعض التفسيرات العلمية ربطت هذا الشعور بالآثار البيولوجية للتقدم في السن، موضحة أنه بسبب تراكم التلف على الخلايا العصبية مع تقدم العمر، يقل معدل اللقطات التي ينتبه إليها المخ ويعالجها ضمن نطاق زمني محدد، وهكذا نشعر بأن الزمن مر بسرعة. لكن كلوديا هاموند، المحاضرة في علم النفس، تعتبر أن سر الإحساس بتسارع الوقت هو الذكريات الجديدة. ما تعنيه بذلك هو أن محاولة الإنسان تقدير مرور الزمن تعتمد على عدد الذكريات الجديدة التي تكونت، بحكم أن الدماغ يسجل التجارب الجديدة لا تلك المألوفة في الذاكرة. بالنسبة لأغلبنا، يكون العالم خلال فترة الطفولة وحتى بداية الشباب أشبه ببحر متلاطم لم تخط أقدامنا سوى جزء صغير منه، واستكشافه يتضمن المرور بالكثير من التجارب الجديدة التي يسجلها العقل باستمرار. ومن هنا ينبع الإحساس بأن الوقت في الماضي كان يمر ببطء. مع تقدمنا في العمر عادة يغمرنا روتين الحياة اليومية، وتقل التجارب الجديدة في حياتنا، وهو ما يوهمنا بتسارع الزمن ويشعرنا بأن السنة خلصت بسرعة جداً. هامون سمت هذا المفهوم مفارقة العطلة. لماذا؟ في أيام العطلة نشعر بأن الوقت يمضي كلمح البصر، لأن ممارسة أنشطة جديدة وممتعة تجعل الزمن يبدو وكأنه يمر بسرعة أكبر أثناء أدائها. أما بعد العودة إلى الحياة الروتينية واستحضار تلك الذكريات الجديدة، فيخيل إلينا أن فترة العطلة كانت أطول مما هي عليه. رغم أننا لا نستطيع التحكم في الزمن إلا في الأفلام، إلا أنه توجد حيلة بسيطة لجعله يتمهل قليلاً، أو على الأقل لجعلنا نشعر بذلك. هامون تنصح بإبقاء عقولنا في حالة نشاط مستمر من خلال إضافة تغييرات على حياتنا اليومية حتى لو كانت صغيرة، ومحاولة خوض تجارب وأنشطة جديدة باستمرار. هل لديكم أفكار تساعد على إبطاء الشعور بمرور الوقت؟ شاركونا اقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.